إذن اليوم عندنا الدرس ديال الخلائط والذوبان من دروس النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي. عندنا درس بطريقة تفاعلية وبعض التمارين والتدريبات كذلك بطريقة تفاعلية. الخلائط غادي ندخلوا العرض والتوضيح. أضف ملعقة من الملح إلى الكأس ثم حرك. دونك غادي نضغطو هنا باش غتضاف عملية الملح، ثم غنضغطو على التحريك باش يتم التحريك. إذا هنا ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الملح ذهب في الماء واختفى ولا نراه بالعين المجردة، لا يمكن تمييزه في الكأس. دونك غادي ننتقل للماء. أضف ملعقة من الرمل إلى الكأس ثم حرك. غادي نضيف ملعقة من الرمل ثم نضغط على حرك لكي يتم التحريك. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الملح لم يذوب في الماء، بقي عفوا الرمل لم يذوب في الماء. يعني نستطيع أن نميز بالعين المجردة بين الماء والرمل. بماذا يمكن وصف كل من السائلين؟ هل السائلين هم مادة نقية أم خليط؟ خليط، لأنه يتكون من أكثر من مكون. إجابة صحيحة. الاستنتاج: الخليط أي مادة تتكون من مكونين مختلفين أو أكثر، يعني جوج المكونات مختلفين ما يكونوش من نفس النوع. ويمكننا نلقاو في الخليط إما جوج المكونات أو لا ثلاثة أو لا أكثر. هل يمكن رؤية بعض المكونات الماء المالح بالعين المجردة؟ طبعا لا، لا يمكن رؤية لأن الملح ذاب. إجابة صحيحة. هل يمكن رؤية بعض مكونات الماء والرمل بالعين المجردة؟ نعم، يمكن أن نرى الرمل بالعين المجردة داخل الكأس. إجابة صحيحة. الاستنتاج: لا يمكن رؤية مكونات الماء المالح بالعين المجردة، بينما يمكن رؤية مكونات الماء والرمل بالعين المجردة. ويسمى الماء المالح بالخليط المتجانس، بينما يسمى الماء والرمل بالخليط غير المتجانس. نضيف قليلا من الزيت إلى الماء. نلاحظ، هل امتزج الزيت بالماء؟ لا، لم يمتزج الزيت بالماء. إجابة صحيحة. هل يمكن أن يسمى الخليط الناتج متجانس أم غير متجانس؟ بطبيعة الحال غير متجانس، لأننا نستطيع أن نميز بالعين المجردة مكونات الخليط. إجابة صحيحة. لم يمتزج الزيت بالماء وشكل طبقة فوق سطح الماء، والخليط الناتج غير متجانس لأنه يمكن التمييز بين بعض مكوناته بالعين المجردة. الخلائط نمشي للنشاط. أكمل العبارات الآتية بسحب ما يناسبها. الماء والنفط يشكلان خليطا غير متجانس. الخليط يتكون من مكونين فأكثر، من مكونين فأكثر. الخليط الذي لا يمكن التمييز بين مكونين من مكوناته على الأقل يسمى بالخليط المتجانس. عندما تستطيع رؤية مكونات السائل يسمى عندها بالخليط غير المتجانس. الماء المعدني يعتبر خليطا متجانسا. إذا نتأكدوا من الإجابة ديالنا. إجابة صحيحة. الخلائط إذا غننتقلوا للشريحة الموالية أو للدرس الموالي. الذوبان موضوع الذوبان. ملح رمل سكر
سكر، تراب، ماء. نقرأ الشريحة الموالية. إذا عندما نضع ملعقة من الملح في الماء ونحرك، فإننا نلاحظ أن الملح ذاب في الماء. عندما نضع ملعقة من الرمل في الماء ثم نقوم بالتحريك، نلاحظ أن الرمل لا يذوب في الماء. عندما نضع ملعقة من السكر في الماء ثم نقوم بالتحريك، نلاحظ أن السكر ذاب في الماء. عندما نضع ملعقة من التراب في الماء ثم نقوم بالتحريك، نلاحظ أن التراب لا يذوب في الماء. هناك مواد تذوب في الماء كالملح والسكر، ومواد أخرى لا تذوب في الماء كالتراب والرمل. انقر اسم أكبر المواد كتلة. إذا عندنا هنا كأس من الماء، 100 غرام من الماء، عندنا ملعقة، وعندنا 5 غرام من السكر. إذا شكون اللي أكبر كتلة؟ بطبيعة الحال الماء. إجابة صحيحة. هل يذوب السكر في الماء؟ نضيف السكر، نقوم بعملية التحريك. عند ذوبان السكر في الماء ينتج محلول السكر في الماء، وهو محلول متجانس. لاحظ أنه لم يبقى السكر ظاهرا لأنه ذاب في الماء، حيث يسمى الناتج محلولا وتسمى المادة الأكبر بالمذيب أي الماء، والمادة الأقل بالمذاب أي السكر. ماذا حدث داخل المحلول؟ إذن غادي نشوفو. إذن تحيط جزيئات الماء أي جزيئات المذيب بجزيئات السكر أي المذاب، ثم تنتشر في المحلول. فالمحلول خليط متجانس تنتشر فيه جزيئات المذاب بين جزيئات المذيب، كما هو مبين في هذه الصورة. الاستنتاج: الذوبان هو عملية انتشار جزيئات المذاب بين جزيئات المذيب. الذوبان: المحلول المخفف والمحلول المركز. أضف ملعقة واحدة من السكر إلى الكأس الأولى ثم حرك. دونك احنا ضفناها. أضف ملعقتين إلى الكأس الثانية ثم حرك. هذه الملعقة الثانية. هل طعم حلاوة المحلول عند تذوقه في الكأس المتشابهة؟ طبعا لا. الكأس الثانية التي وضعنا فيها، التي أضفنا إليها ملعقتين، ستكون أكثر حلاوة من الكأس الأولى. يسمى المحلول في الكأس الأولى محلولا مخففا، ويسمى المحلول في الكأس الثانية محلولا مركزا. الذوبان: المحلول المشبع. أضف ملعقة واحدة من السكر إلى الكأس ثم حرك. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الملح ذاب. هل بقي السكر ظاهرا في الكأس؟ طبعا لا. إجابة صحيحة. أضف ملعقة ثانية ثم حرك. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الملح السكر ذاب مرة ثانية. هل بقي السكر ظاهرا في الكأس؟ طبعا لا. إجابة صحيحة. نضيف ملعقة ثالثة ثم نحرك.
إذا هذه المرة نلاحظ أن السكر لم يذوب في الماء. هل بقي السكر ظاهرا؟ طبعا بقي. إذا في هذه الحالة بقي السكر ظاهرا في أسفل إجابة الكأس. صحيحة. إذا نستنتج أن المحلول المتحصل عليه في الحالة الأولى والثانية يسمى محلولا غير مشبع، لأنه أذاب مزيدا من السكر ولم يبقى السكر ظاهرا في الكأس في الحالتين، بينما يسمى المحلول في الحالة الثالثة محلولا مشبعا لأنه غير قادر على إذابة أكثر مما أذيب فيه من السكر. ويفسر عدم قدرة المذيب الماء على إذابة المزيد من المذاب أي السكر لامتلاء الفراغات بين جزيئات المذيب بجزيئات المذاب. لاحظ الشكل، إذن ما بقاوش الفراغات، ولهذا لم يستطع الماء إذابة مزيدا من السكر. الذوبان. نشاط: اسحب من القائمة الأولى إلى ما يناسبها في القائمة الثانية. إذن المحلول الناتج عن إذابة كمية كبيرة من المذاب هو المحلول المركب. المحلول الناتج عن إذابة كمية قليلة من المذاب هو المحلول المخفف. المحلول الذي لا يستطيع إذابة أكثر مما أذيب فيه فهو المحلول المشبع، والخليط المتجانس فهو المحلول. إجابة صحيحة. تلاحظ في حياتك إذا ذوبان الغازات في الماء. نمشي للمحور الموالي اللي هو ذوبان الغازات في الماء. تلاحظ في حياتك اليومية أن بعض الأجسام الصلبة تذوب في الماء كالسكر والملح، وكذلك بعض السوائل تذوب في الماء كالخل وعصير الليمون. فهل تذوب الغازات في الماء؟ إذا هذا هو السؤال. افتح الزجاجة. ثبت النفاخة على فوهة الزجاجة. إذا دابا غادي نحركوا الزجاجة. ما هو مصدر الغاز الذي امتلأ في النفاخ؟ هل كان الغاز دائبا في الماء المكون للمشروب الغازي؟ نعم. إجابة صحيحة. الاستنتاج: الغازات من مكونات المشروبات الغازية. تجربة لمعرفة نوع الغاز المذاب في المشروب الغازي. رج الزجاجة. إذن عند تحريك الزجاجة تعكر الخليط. ماذا تلاحظ؟ كيف صار ماء الجير؟ إذا هذا الخليط الموجود في الكأس هو ماء الجير. إذا صار عاكرا بعد تحريك الزجاجة، يعني أن غاز انتقل من الزجاجة إلى الكأس وعكر ماء الجير. إجابة صحيحة. ما هو الغاز المذاب في المشروب؟ نحن نعلم أن الغاز الذي يعكر ماء الجير هو ثاني أكسيد الكربون. إذا المشروبات الغازية على ماذا تحتوي؟ تحتوي على غاز ثنائي إجابة صحيحة. أكسيد الكربون الذي هو مذاب فيها، الذي يذاب فيها. الغازات تذوب في الماء كما تذوب الأجسام الصلبة والسائلة في الماء. ذوبان الغازات في الماء. إذا سننتقل إلى المحور الأخير، فصل ذوبان مكونات الغازات في خلايا. المشروبات الغازية. فصل مكونات. فصل مكونات خليط. إذا سنقوم بعملية الصفق أو تسمى أيضا التصفيق. لديك كأس من الماء العكر، كيف يمكن تصفية الماء العكر الموجود في الكأس مما علق به؟
لنجرب ترك الكأس في حالة سكون فترة قصيرة من الزمن، دقيقة مثلا. إذا عندنا واحد الخليط عاكر كنخليوه واحد جوج دقائق باش ديك العوالق كتهبط لتحت، كترسب لتحت. لاحظ ماذا حدث لكأس الماء العاكر، هل ترسبت جميع الأجسام العاقلة العالقة في الماء؟ طبعا لا، لم تترسب كلها، إجابة صحيحة. بقيت بعض العوالق في الأعلى. تسمى هذه الطريقة في تصفية الماء بالصفق أو التصفيق، والماء المحصل عليه يسمى الماء المصفق. لاحظ أن عملية الصفق لا تكفي لتصفية الماء العاكر، لأن الأجسام الصغيرة جدا تظل عالقة. إذا التصفيق هو عملية ما كتعطيناش تصفية نهائية، بل كتبقى بعض العوالق. دينك غادي نشوفوا واحد العملية فصل أخرى مكونات خليط. اللي هي الترشيح. لديك كأس ماء فيها كمية من مسحوق الطباشير، فكيف يمكنك فصل مسحوق الطباشير للحصول على ماء صاف؟ أجري تجربة كما هو موصوف تاليا. إذا هنحتاج ورق ترشيح، دورق مخروطي، حامي الحلاقي، ثم قمع. يتم طي ورقة الترشيح من المنتصف، إذا كنطوي الورقة على جوج، ثم يتم طيها من المنتصف مرة أخرى، يعني غنطويها مرة أخرى. يتم فتح إحدى طبقات الورقة ليصبح شكلها كالقمع، إذا غادي نفتحوها باش تولي كالقمع. يوضع القمع في الدورق المخروطي، ثم يتم تثبيتهما بالحامل على النحو التالي. ثم توضع ورقة الترشيح في داخل القمع ليصبح جاهزا للترشيح، جاهزا للاستعمال. انقر المخلوط لفصل الماء عن مسحوق الطباشير باستخدام جهاز الترشيح. إذا هذا هو المخلوط، غادي نضغطو عليه وغادي نصبوه على ورقة الترشيح. إذا هذه هي العملية ديال الترشيح. إذا لاحظ ماذا حدث للأجسام العالقة في الماء، هل بقي أجسام عالقة في الماء؟ لا، إذا الأجسام العالقة بقيت في ورقة ترشيح. إجابة صحيحة. بما ده يمكن وصف الماء المحصل عليه، هل هو عاكر أم صافي؟ صافي، ليس كما عملية التصفيق. عملية التصفيق يبقى الماء المصفق عاكر، بينما هنا الماء المرشح يصبح صافي. تسمى هذه الطريقة في تصفية الماء بالترشيح، والماء المحصل عليه يكون خاليا من الأجسام العالقة الكبيرة والصغيرة. إذا بقت لنا فصل العملية مكونات الأخيرة خليط. وهي عملية التبخير. إذا انقر الأدوات اللازمة لفصل مكونات خليط بالتبخير. إذا غادي نحتاجو هذا، نحتاجو هذا. هذه هما الأدوات اللي غادي نحتاجهم. إجابة صحيحة. الآن حطينا المقيد، ثم الإناء اللي غادي نديرو فيه الخليط. انقر الكأس لتفصيل خليط الماء والملح. إذا عندنا خليط فيه الماء والملح، هذا هو، غادي نضغطو عليه باش نصبوه لكي تتم عملية التبخير. إذا لاحظ أن البخار يتصاعد، إذا هذاك هو بخار الماء، وفي النهاية سيبقى الملح في قعر الإناء. نستنتج من التجارب السابقة أنه يمكن فصل خليط مكون من مادة صلبة ومادة سائلة عن طريق تبخير السائل، وبذلك نحصل على المادة الصلبة. يمكن فصل المادة الصلبة المذابة في الماء بالتبخير، ففي عملية الصفق يمكن فصل الأجسام الكبيرة العالقة في الماء، وفي عملية الترشيح يمكن فصل الأجسام الصغيرة العالقة في الماء، لكن لا يمكن بتلك الطريقتين فصل مادة صلبة مذابة في الماء.
إذا التبخير كيصلح لينا فاش تكون المادة مذابة، ما كنقدروش نفصلوا بين الخلائط بالتصفيق والترشيح، وبالتالي تحتاج إلى عملية التبخير. إذا انقر الإجابة الترشيح عملية فصل سائلين، خطأ. الترشيح هي لفصل العوالق الصغيرة في الماء. تفصل الأجسام، تفصل الأجسام الصغيرة العالقة في السائل بالصف. خطأ. هذه عملية الترشيح اللي كتعطينا هذا. تتم عملية التصفيق بترك الخلايط غير المتجانس في حالة سكون. صحيح، نخليه واحد المدة حتى يترصى. يتم الحصول على الملح من كأس ماء البحر بالتبخير. صحيح، لأنه مذاب. عملية التبخير تصلح عندما يكون الجسم مذابا. يمكن فصل السكر المذاب في الماء بالترشيح. خطأ. هذه عملية الترشيح حتى هي عملية التبخير هي اللي كتعطينا هذا الإمكان. إجابة صحيحة. إذن ونكون قد انتهينا من هذا الدرس المتعلق بالخلائط والذوبان من دروس النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي.